مقاتل مصري. هرجع تاني بقى لجملة الجيش المصري قادر يعملها كل مرة، علشان تفهم الكلام ده وتتأكد منه خليني أخدك لمشهد الأسرى الإسرائيليين في 73 وصوت من أخذ القرار الله يرحمه الرئيس السادات، علشان تدرك معنى هذه الكلمة. مرارة الهزيمة عند إسرائيل كان شكلها إيه من مشاهد أسراهم في 73. لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع، حاولتم أن تبنوا على مدى ربع قرن من الزمان، ولكنه تحطم في عام 73. كان هذا الجدار جدارا من الحرب النفسية المستمرة في التهابها وتصاعدها. كان هذا الجدار جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها. كان هذا الجدار جدارا من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك. بل إن منكم من قال أنه حتى بعد مضي 50 عاما مقبلة فلن تقوم للعرب قائمة من جديد. كان هذا الجدار جدارا يهدد دائما بالذراع الطويل القادر على الوصول الى اي موقع والى اي بعد. كان هذا الجدار جدارا يحذرنا من الإبادة والفناء اذا نحن حاولنا ان نستخدم حقنا المشروع في تحرير ارضنا المحتلة. وعلينا أن نعترف معا بأن هذا الجدار قد وقع وتحطم في عام 73. فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يبديكم التوسع شيئا. ولكي نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساواة وليست عرضة للجد. إن التراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام.